أهلا وسهلا أصدقائي، أنا زينب في ليلة من المغرب. سوف تتعلمون معي طريقتين لصنع الأباكوس أو المعداد الياباني الذي نستخدمه في الحساب الديني. بالنسبة للشكل الأول، سوف نحتاج علبة كرتون. أنا استخدمت علبة التمر، قطعة صغيرة من الكرتون، مقص، خرزات، من الأفضل أن تستخدم لولين، خيط قوي. بالنسبة للشكل الثاني، سوف نحتاج الورق المقوى، مقص، غراء، قلم رصاص، عيدان الشواء، خرزات من الحجم الكبير أو من الحجم المتوسط. المهم أن تسمح لنا هذه الخرزات بأن ندخل فيها عيدان الشواء، مسطرة، والأقلام الملونة.